d'évaluation de l'offre, de la demande, vers une offre. Une des procédures qu'on va voir, c'est celui qui est lié à la plateforme partagée et une vision commune avec toutes les wilayas de l'avenir, déterminer la vocation économique de chaque, que le substrat et la finalité, ce niveau, au niveau des territoires, au niveau des communes. Donc, إضافة إلى إمكانية اختيار خاصية التصفية حسب نوع العقار الاقتصادي صناعي أو سياحي أو حضري مباشرة عند النقل على الوعاء العقاري المختار. Donc l'inventaire, ce qui est c'est la direction du domaine. بداية نهنئ الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار على هذا الإنجاز، ومن خلالها كذلك نهنئ جميع المستثمرين على هذه الخطوة الجبارة والعملاقة اللي من خلالها سيتم عرض العقار الموجه للاستثمار بكل شفافية كما وهي تعليمات السيد الرئيس. من جهتنا المديرية العامة للأملاك الوطنية عملت جاهدة تحت الإشراف المباشر للسيد وزير المالية على توفير هذه الوفرة العقارية لحافظة العقار الاقتصادي حتى ترافق بإيجابية مسعى جيد اللي تقوم به الوكالة العقارية لتوفير العقار الاقتصادي. وبالتالي الشيء اللي شفناه أنه المنصة الرقمية راح تأتي بتسارع، راح تأتي بتجميع المعلومات وتحليل المعلومات يوضح الرؤية، إن شاء الله تأتي بالشفافية، وكون كل مستثمر قاعد في بيته ولا في مكتبه ويخير العقار ومتوفرة كل المعلومات بدون حذف أي عقار. وكذلك بعد الرد راح يكون قبول ام رفض، اذا كان قبول ما كاش مشكل، لكن اللي كان رفض كان الطعن، وان شاء الله تكون الشفافيه في هذاك الطعن، لهذاك الطعن راح يعاود يولي للوكاله باش نشوفوا اذا كان مشكل ولا ما كاش. احنا نطمح لصفر ورقه باش تدخل الرقمنه بقوه، والرقمنه هذه راح تدير الشفافيه، يعني تشجيع على الاستثمار. كي تكون الشفافيه وتكون يكون ولوج ايجابي لهذه المنصه، يعني احنا نثمن هذا الشيء والناس قاعده فرحانه بها. وفي ظرف وجيز، اي منذ حوالي شهر واسبوع بالضبط، تمكن اطارات الوكاله الجزائريه لترقيه الاستثمار من رفع التحدي باستكمال جميع الترتيبات التقنيه والاجرائيه من اجل التطبيق الفعلي لاحكام هذا القانون. سنطلق اليوم بإذن الله تعالى وتوفيقه فضاء معالجة الطلبات عبر المنصة الرقمية للمستثمر، التي ستكون الوسيلة الرسمية الوحيدة والحصرية لعرض العقار ومعالجة الطلبات المرتبطة به في 15 ولاية الآن، لترتفع إلى 21 ولاية على الساعة الثانية بعد الظهر. يعني اليوم سنصل إلى 22 ولاية ب 904 قطعة أرضية بمساحة أولية تقدر ب 563 هكتار، لتتبع تدريجيا بإدراج الولايات المتبقية، حيث سيتم تحيين المنصة بصفة مستمرة. أن أطمئن الإخوة المستثمرين وحاملي المشاريع عن وجود وفرة عقارية هامة من شأنها أن تسمح بإنجاز آلاف المشاريع. على سبيل المثال للحصر، سلمتنا المديرية العامة للأملاك الوطنية، وهنا أفتح قوس لأحيي الجهود ومستوى التنسيق ولما لمسناه يعني من تجاوب كبير لدى المديرية العامة للأملاك الوطنية من أجل تسهيل مهمة الوكالة، أولا في وضع هذه الحافظة الأولية، وكذا من أجل أيضا مساهمتها في توفير كل المعطيات التي تسمح ببداية سلسة للعملية. فتحية خالصة للسيد المدير العام الحاضر معنا هنا. قلت وكما سلمتنا قائمة أولية من الأصول العقارية المطهرة تماما والقابلة للاستغلال مباشرة، تتضمن 425 عقار
بمساحة 223 هكتار، وقائمة ثانية أيضا من 155 عقار بمساحة 332 هكتار من العقار المسترجع نهائيا والمطهر من كل شوائب ومن كل يعني مشاكل قانونية. وقائمة ثالثة أيضا من 16 عقار، ولكن في المدى المتوسط فيه مهمة كبيرة، لأنه ما يخفش عليك أنه رغم أنه الوكالة هي المسؤولة عن تسيير ملف العقار، ولكن ما هيش وحدها، يعني فيه العديد من القطاعات مسؤولين معنا ومسؤولية مباشرة حول في تسيير العقار الاقتصادي، لا سيما من ناحية التهيئة. لهذا السيد رئيس الجمهورية لما قرر ينشئ وكالات للتهيئة حتى لا يتم إغراق الوكالة في مسألة التهيئة، يعني الوكالة مهامها تسير توجه العقار وتقوم بالبت في طلبات المنح، ولكن مسألة التهيئة مسألة مهمة جدا، لهذا أوكلت إلى ثلاث وكالات متخصصة تم إنشائها بموجب القانون الخاص بالعقار الاقتصادي، ألا وهي وكالة العقار الصناعي، وكالة الوطنية للعقار السياحي، والوكالة الوطنية للعقار الحضاري. في الاستثمار سيدتي لا نفرق ما بين المستثمر المحلي والأجنبي، المنصة مفتوحة لكل حامل مشروع محليا كان أو أجنبي، كل له الحق في الولوج إلى المنصة، كل له الحق في الحصول على الامتياز. طبعا إذا كان أجنبي يدير مؤسسة ذات قانون جزائري خاضعة للقانون الجزائري، وعنده الحق أنه يستثمر ويتحصل على عقود الامتياز كيف وكيف أي مستثمر محلي. وإحنا أيضا راح نفعله الآن، ونحن انطلقنا في العملية سنفعل بورصة الشراكة اللي تسمح لنا أنه نربط المستثمر الأجنبي مع المستثمر المحلي. هذا توجه كبير لدى الوكالة أنه نحفز على وجود شراكات ما بين مستثمرين محليين ومستثمرين أجانب، خاصة وأنه تكون عندنا الفرصة باش نوجه الاستثمارات إلى يعني نشاطات ترغب فيها الدولة، وأيضا إلى استثمارات تستجيب لبعض الأهداف اللي جاء بها قانون الاستثمار.